هذا وقد أكد الرئيس السيسي أنه على يقين من قوة العزيمة للدولة والشعب في الاستمرار بخطى ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، ذلك لبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. شعب مصر العظيم، إنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا، وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. ورغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير المواتية، إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها. وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية.